السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة: الرؤية تبين كيف سيكون إصلاح المهدي وعرجه إلى السماوات بواسطة جبريل وملائكة أخرى. أحباب الله، قال الرائي شيخ الفضل أتمنى تفسر حلمي: عندما قلت إني رأيت نفسي في مكان مظلم كالصحراء المظلمة، وأتى على يمين جبريل عليه السلام وملك آخر يمسي يساري، مسكوا بيدي الاثنين وملك آخر أمامي وهما بسببني: سيدنا جبريل، هل أنت مستعد لنعرج بك إلى السماء؟ وشعرت أني غير مستعد وصحيت أنه بمفزوع. يعني المهدي والله أعلم أنه الله سبحانه وتعالى راح يرفعه ويصلحه بعرج بواسطة الملائكة، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين استمعوكم في التبعون أحسن. أستغفر الله العظيم ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.